اسم إلياس، الزوج ديال إيمان الشقاف، مكان الإقامة طنجة، سن 22 سنة، سن إيمان 19 سنة، حاليا خدم معنا دي اتحاد طنجة. إيمان خرجت من الدراسة ديالها وجالسة غير في الدار. اللقاء ديالنا أول مرة كان عن طريق مدرسة وعن فيسبوك، جوج يعني احنا ولاد الحومه وحده، وكان لقاء انها هي كانت شافتني في المدرسه، كنت كنتمشى في الكاكيز وهي تزيد تعرفكم على هادشي كثر. السلام عليكم، ايمان زوجة ديال الياس، مقيمين بمدينه طنجه. صافي كنا تعرفنا في فيسبوك، كنت شفته اول مره في المدرسه، كان بالعكاكز وكنت ديجا كنعرفو لكن ما عمرنا هضرنا. دخلت عليه فيسبوك باش نقول له الله يشافيك، وبقات الهضره بيناتنا هيدا وصافي، كان كيعاود لي كل شيء. صراحه احنا فرحانين بزاف ملي تلاقينا الخبر ديال العرس ديالنا غيكون في كازا، وكنشكر بزاف الناس اللي كانوا منضمين هذا العرس، واي واحد قبل الدعوه ديالنا، وكنشكر اي واحد انخرط في هذا العرس باش يفرحنا. وشكرا بزاف من جروب فيسبوكي ركن العزاب المغاربه اللي تلاقينا الخبر منهم، وكنا صراحه سعداء بالخبر. الحادث ديالي كان وقع لي اكسيدنتو بموتور في مدينه طنجه، حادث اي واحد كيتعرض لابتلاء في الدنيا، والحمد لله كنا مشينا يعني صيفطوني الطبيب محمد الخميس، كان تقوز تما 8 شهور نعاس، يعني ما كان لا علاج لا والو. تما فقدت رجلي وفقدت حتى الامل في الحياه الصراحه، حيت اي واحد كيمشي واحد الجزء منه ما كيبقاش مهتم بالحياه ولا الدنيا شني فيها. وكذلك بقيت نخرج من الرباط كازا، المهم خليت فيه مشيت انا باش نرجع رجلي، والو كان غير استغلال وخصهم يديو منا الفلوس. ومؤخرا يعني دخلت نسبته تما عطاوني القرار انهم باش يقطعوا لي رجلي. كنشكر نجمع على هاد الدعوه ديالها هنايا، وكنشكروها بزاف على الحضور ديالها في العرس ديالنا، ومسيرة موفقة إن شاء الله، وشكرا بزاف على الدعوة والاهتمام ديالكم بينا. نجمة تيفي قريبة منكم، مضوية في عيونكم.